السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية الأخطبوط في المنام تدل على الكسب الكثير والرزق الوفير الذي يكون من عمل متعب أو سفر شاق، فيما رؤية الأخطبوط الميت في المنام تدل على تعطيل عمل أو سفر فيه الرزق. ومن رأى الأخطبوط صغير ميت في الحلم فهذا يدل على الهم والغم، أما الأخطبوط الكبير في الحلم فيدل على ضياع الفرص المهمة، فيما رؤية الهروب من الأخطبوط في المنام تدل على التملص من عمله، ومن رأى أنه يهرب من الأخطبوط ويلفت أذرعه في الحلم فهذا يدل على التخلص من قيود، فيما صيد الأخطبوط في المنام دليل على الحصول على مكانة عالية وولاية بين الناس، فيما طبخ الأخطبوط في المنام يدل على تمام الرزق والوصول إلى المبتغى، ومن رأى أنه ينظف الأخطبوط ويطبخه في الحلم فهذا يدل على تجاوز العراقيل والعقبات التي ستواجهه، فيما أكل الأخطبوط في المنام يدل على نيل المناصب الرفيعة بين الناس، ومن رأى أنه يأكل الأخطبوط نيل في الحلم فهذا يدل على الخير والغنيمة، فيما شراء الأخطبوط في المنام دليل على المخاطر بتجارة نتائجها غير واضحة، أما رؤية الأخطبوط في المنام للرجل فيدل على كثرة أعماله، ورؤية صيد الأخطبوط في الحلم للرجل تدل على الأعمال النافعة، فيما رؤية الأخطبوط في المنام للعزباء فتدل على تحقيق الأمنيات والمساعي التي تحلم بها، أما رؤية الأخطبوط في المنام للمتزوجة فيدل على تحملها المسؤوليات العديدة، ورؤية أكل الأخطبوط في الحلم للمتزوجة يدل على اتساع رزقها، أما رؤية الأخطبوط في المنام للحامل فيدل على السعة والفرج، ورؤية أكل الأخطبوط في الحلم للحامل يدل على الصحة والعافية، أما رؤية الأخطبوط في المنام للمطلقة فيدل على الفرج القريب جدا، ورؤية أكل الأخطبوط في الحلم للمطلقة يدل على الزيادة في أحوالها وتحسن ظروفها للأفضل. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.